بكم مرة تانية. ما زلنا نتابع معكم تطورات الموقف في الأزهر، حيث يثير بعض الطلاب الشغف في محاولة لتعطيل الامتحانات، أيضا أمام المدينة الجامعية للأزهر حيث يعتلي بعض الطلاب أسطح المدينة، والموقف أيضا في الشرقية حيث وقع انفجار هذا الصباح بالقرب من المخابرات الحربية في إنشاص بالشرقية. نتابع معكم كل هذه التطورات أولا بأول. ما يتعلق بالأزهر، وردنا خبر عاجل قبل قليل أنه بدأ بالفعل الامتحان كلية التجارة بنين الذي تم تأجيله منذ صباح إلى 3 عصرا. على الرغم من ذلك كان هناك تجمع من الطلاب أمام مبنى كلية التجارة، لا نعلم على وجه التحديد إذا عطل ذلك إجراء الامتحان في موعده أم لا، ده اللي هنتابعه مع مراسلنا هناك. خبر آخر عاجل وردنا من جامعة القاهرة، حيث اقتحم طلاب ينتمون لجامعة الإخوان كلية دار العلوم وحطموا بوابتها الرئيسية وكاميرات المراقبة فيها، واقتحم هؤلاء الطلاب كلية دار العلوم بالطبول في محاولة لتعطيل الامتحانات المسائية بالكلية. أيضا سوف نتابع تطورات هذا الموقف، لكن معي على الهاتف للتعرف على تفاصيل هذا الموقف، معي على الهاتف الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة. أهلا وسهلا بك دكتور جابر. دكتور جابر؟ ايوه اهلا وسهلا. اهلا يا دكتور جابر. دكتور جابر، ايه اللي بيحصل بالظبط في جامعه القاهره؟ وردنا خبر انه طلاب الاخوان اقتحموا كليه دار العلوم بالطبول. هو منذ بالظبط كده يعني نص ساعه او يزيد 3/4 ساعه، يعني في حدود الساعه 2:15 كده بعد الامتحانات ما بدأت الساعة 1:30، نعم، حاولوا اقتحام الكلية وفعلا يعني نجحوا. مجموعة منهم يجي 30 طالب نجحوا في اقتحام الدور الأول في الكلية وقعدوا يثيروا الشغب. هل اقتحموه بالطبول فعلا يعني يا دكتور جابر؟ احرقوا غرفة الأمن، الكرسي يعني غرفة الأمن، حاولوا إحراقها وتم إطفاء النيران فيها. وبعد كده حاولوا يعطلوا الامتحانات اللي كانت موجودة في الأدوار العليا، إنما لم يتمكنوا من ذلك وخرجوا بعد كده. وتم طبعا الاتصال بالأمن واستدعاء الأمن، ولكن كانت المشكلة خلصت في الحقيقة. تمام. قبل ما يصل الأمن. قبل ما تيجي الأمن. طيب أنا عايز بس أتأكد من معلومة يا دكتور جابر، هل اقتحم طلاب الإخوان كلية دار العلوم بالطبول؟ بالطبول فعلا هذا المشهد؟ نعم. بالطبول؟ اقتحموها بالطبول؟ اقتحموا الدور الأرضي اللي ما فيش فيه امتحانات. أنا فاهم يعني بالطبول، لأن احنا عرفنا معلومة شديدة الغرابة والطرافة، اقتحموا كلية دار العلوم بالطبول. مستمع كويس. أنا بقول لحضرتك، هل اقتحموا الكلية بالطبول؟ كان معهم طبول وهم بيقتحموا كلية دار العلوم؟ هو مظاهرات هؤلاء الطلاب منذ بداية العام الدراسي، وهي دائما مصحوبة للأسف الشديد هذه الظاهرة، ظاهرة الطبلة. فهم اقتحموا فعلا الدور الاول وكان معهم طبله وحاولوا ان هم يعطلوا الامتحانات، ولكن تم السيطره على الموقف واخراجهم بعد ما يقرب من نصف ساعه، ولم يتمكنوا من تعطيل الامتحانات التي تتم في الادوار العليا من الكليه. والامتحانات ما زالت الان يعني شغاله، ويعني قررنا بالاتفاق مع اداره الكليه منح الطلبه نصف ساعه زياده في الامتحانات حتى يتم تعويض هذا الوقت اللي هو حصل فيه هذه المشكله. نعم. برضو خليني اذهب مع حضرتك الى مزيد. نعم. اذهب برضو مع حضرتك الى مزيد من التفاصيل في هذا الخبر. هل تم تحطيم البوابه الرئيسيه لكليه دار العلوم وتحطيم كاميرات المراقبه من قبل هؤلاء الطلاب؟ هي لم يعني اللي حصل انه
اللي حصل ان كليه دار العلوم لها بوابتين، في بوابه مغلقه دي ما فيش فيها مشكله وبوابه بيدخل منها الطلبه. طبعا كان نظام الامتحان ان الطلاب المتاخرين لمده يعني في حدود نص ساعه بيدخلوا، فبعد اغلاق الباب هم حاولوا دخول هذا الباب، وفعلا يعني دخلوا من هذا الباب اللي اصلا كان مفتوح لادخال الطلبه الى الامتحان. طبعا دكتور جابر، احنا دلوقتي شايفين على الهواء لقطه امام المدينه الجامعيه لجامعه الازهر فيها تجمع من الطلاب والمواطنين في حاله من الهلع، حاله من الكر والفر، احنا مش قادرين نفهم ايه اللي بيحصل. لا لا، احنا دلوقتي يعني انا طبعا مش شايف الحقيقه التلفزيون قدامي ولا شايف. أيوة. الوضع مختلف عندنا في الحقيقه في جامعه القاهره. اولا احنا الان بدات امتحانات كليه الحقوق في القاعات الامتحان الرئيسيه، وده في حدود 4000 طالب. وطبعا هي اصلا التجمع بتاع الطلبه دول اللي عملوا المشكله في دار العلوم انتهى تماما ولم يعد له وجود. عظيم. يعني خلف الان. عظيم. احنا عندنا مشكله حقيقيه يعني، وانا كلمت فيها في الحقيقه مدير الامن ومحافظ الجيزه اكثر من مره الدكتور محمد. ان عندنا امام النصب التذكاري امام البوابه الرئيسيه بيجي يتجمع مجموعه من طلاب المدارس الثانويه من المدرسه السعيديه وبعض المدارس المجاوره، ودول بيبقوا رافعين اعلام حركه احرار ومعاهم في الحقيقه يعني مولوتوف ومعاهم حاجات كتير. وانا يعني ناشدت وطلبت من مدير الامن اكثر من مره التعامل مع هؤلاء التلاميذ الطلبه على اساس ان هم لما بيحصل مظاهره في جامعه القاهره بيندسوا وسط الطلاب وبيدخلوا في الوقت اللي يعني بيحصل فيه مشكله في بوابات الدخول والخروج، فيزداد الموقف اشتعالا. طبعا ده طبعا، وهم اللي بيعملوا في الحقيقه الحاجات ديتي، وقد تم القبض على بعضهم وتسليمهم للامن والشرطه، وهم مش من الجامعه اصلا. لكن بشكل عام دكتور جابر، الامتحانات في جامعه القاهره نقدر نقول منتظمه بشكل عام؟ النهارده هذه الحادثه رغم طبعا يعني تألمنا لها وما خلفته من احراق غرفه الامن، الا ان الامتحانات في دار العلوم بالنسبه لجميع الطلاب كانت امنه جدا. جميل. الدور اللي فيه الامتحانات يعني لم يعني يحدث فيه اي مشكله. تمام. يعني ولذلك الامتحانات ماشيه. النهارده ابتداء من الساعه 3 امتحانات كليه الحقوق في القاعات الرئيسيه. تمام. وعندنا قوه تامين شرطه موجوده على المحيط خارجي لجامعه القاهره. تمام. فمحاولات اذا لتامين لجان الامتحان، لكن بشكل عام دكتور جابر الآن. نعم. الو، انا معاك يا دكتور جابر. انا محتاجين الان ان مجلس الوزراء يضع الاليات التي سوف يتم بها تنفيذ قرار او توصيه المجلس الاعلى للجامعات ازاي يعني الشرطه هتامن الامتحانات وهتامن الكنترولات. تمام. لان في الحقيقه في مشكله حقيقيه، يعني في مشكلة حقيقية دون أن يترتب على ذلك في الحقيقة اتساع المواجهات زي ما هو موجود. هو أنا الحقيقة عايز أسأل حضرتك يا دكتور جابر، لأنه كان لك بيان شهير كرئيس لجامعة القاهرة عقب مقتل طالب الهندسة قبل أسابيع قليلة، وحضرتك لك رؤية أكثر عمقا وشمولا للوضع في الجامعات بشكل عام. السؤال اللي بيتردد على الأذهان في كل بيت مصري، إلى متى؟ لحد امتى هتفضل المشكله دي؟ احنا شايفين مشاهد مؤسفه. انا عايز اقول لك حاجه، ده سؤال جيد. الى متى؟ لازم كلنا ندرك ان الحاله التي تمر بها مصر ليس فقط في الجامعات، في مصر في شوارعها وما يبينها وكافه مؤسساتها، هي حاله طارئه وغير واستثنائيه وغير معهوده. دي مساله كلنا في الحقيقه في هذا الاطار يعني يجب ان نتفاهم هذا الامر. انما احنا للاسف الشديد في الجامعات لها وضع خاص ولها خصوصيه، انه ان هي بي 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 يعني
فيها تجمعات طلابية ضخمة جدا، وأيضا ليس لديها الإمكانيات الكفيلة لتأمين نفسها. يعني أنا عايز أقول لك عندي مشكلة في الإطار التشريعي. يعني أنت الآن علشان تحيل طالب للتحقيق، ده الإجراءات القانونية اللي نص عليها قانون تنظيم الجامعات في 1972 ما زالت في الحقيقة هي الموجودة، وهي لا يمكن أن تواجه هذا التخريب وهذا العنف وهذا الإرهاب الذي يعني لم يكن يتصوره أحد. ولذلك احنا محتاجين تعديل في البنيان التشريعي. انت النهاردة علشان تحيل طالب للتحقيق لازم تختاره ثلاث مرات، كل مرة بينها اسبوع، وبعد كده تحيله لمجلس التأديب تختاره ثلاث مرات كل مرة بينها اسبوع. طب دكتور جابر، انتوا كان عندكم اجتماع بالأنسل في المجلس الأعلى للجامعات، يطعن في القضاء وبعد كده يرجع لك بحكم قضائي ويطلع لك لسانه. وفي الحقيقة الفكرة الأساسية إن هنا يعني أنت ما عندكش كمان واقع مادي، أنت عندك كمان إن لما شالوا الحرس الجامعي بعد ثورة 25 يناير شالوا المخصصات المالية للحرس الجامعي، وأصبحت كل جامعة يعني بتحاول تعمل أمن هو مجموعة من الموظفين غير مسموح لهم حتى إن هم يشيلوا عصاية يدافعوا بها عن نفسهم. طيب دكتور جابر، يعني هل وصلتم في المجلس الأعلى للجامعات لأي قرار حول أجازة نصف العام؟ هل هتبقى أيضا في مدتها الطبيعية أسبوعين تقريبا ولا هتمتد لشهر في محاولة للتهدئة؟ الموضوع لم يناقش في الحقيقة في المجلس الأعلى للجامعات، بيناقش الآن. المجلس الأعلى للجامعات الخميس اللي فات كان بيسيطر عليه الإشكالية التي تتعلق بتأمين الامتحانات، وفي الحقيقة كان حديثا في هذا الإطار. وأنا شخصيا اقترحت تعديل قانون تنظيم الجامعات بما يكفل سرعة الإجراءات التأديبية وردعها لكل هذه الظواهر، ولنعكف الآن على هذا التعديل لرفعه إلى مجلس الوزراء السيد الرئيس لإعداد يعني لإصدار تعديل به. الأمر الآخر انه المجلس اقر او اوصى بان الشرطه تامن الامتحانات، انما النهارده احنا مش عارفين ايه هي الاجراءات اللي هي هتتخذ لهذا، ولا حتى مديريات الامن الموجوده في او التابعه لها الجامعات مش عارفه ايه الاجراءات اللي ممكن تحصل. هل معنى ذلك ان الشرطه هتخش تامن بصوره يعني بصورة دائمة، ولا حين الطلب وبعدين لما بيحصل فيه طلب بتيجي في الحقيقة بعد الوقت بعد ما بيكون المشكلة خلصت؟ يعني احنا فهمنا من الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر انه تقدم مجلس الجامعة لما انعقد الأسبوع اللي فات بحضور 80 من عمداء الكليات، تقدموا بطلب بالإجماع لوزارة الداخلية لتأمين الامتحانات داخل الحرم الجامعي وبالزي الرسمي وعلى أبواب اللجان، لكن طبعا بالتاكيد لسه وزاره الداخليه لم ترد على الاقل بالشكل زي ما حضرتك بتقول التفاصيل تنفيذ العمليه. دكتور محمد دعني يعني اتحدث معك بصراحه، ان يجب ان يكون هناك رؤيه شامله للوضع، ولا يترك الامر لكل جامعه على حده. لازم يكون فيه رؤيه تنظيميه، ولذلك المفروض ان يكون فيه لجنة تنسيقية على مستوى عالي تقول والله الإجراءات اللي هتتبع 1 2 3 4. طب إيه اللي بيمنع ده يا فندم؟ إيه اللي بيمنع ده يا دكتور جابر؟ دي مسألة يعني تسأل فيها الحكومة على مستوى عالي، لأنه الوقت المفروض في الحقيقة إنه إن أي قرار علشان تنفذه الوقت فيه حاكم. يعني أنت بتتكلم فيه زي ما بقول لك كده. احنا لما دكتور جابر انا عايز اسال حضرتك سؤال، وانا عارف حضرتك صريح جدا، وسؤال مباشر وصريح، هل تعتقد انه الحكومه تسير على الطريق الصحيح في مواجهه هذا العنف في الجامعات؟ شوف انا عايز اقول لك حاجه برضو علشان اكون موضوعي وصادق وعادل. احنا في ظرف صعب جدا، ومثل هذه الاسئله الحديه لا يمكن في الحقيقه ان انت تلاقي لها اجابه باي او نعم، باي او لا. احنا في مشكله حقيقيه
اللي بيمارس السلطة الآن أو اللي موجود في موقع القرار يعني في الحقيقة كالقابض على الجمر. لابد أن نتعاون جميعا لإخراج الوضع مما هو فيه ومن حالة السيولة الموجودة فيه. نحن نحتاج إلى أن نفكر بعقل كامل وليس يعني بربع عقل أو نص عقل. إحنا عندنا مشكلة، أول في الحقيقة حل هذه المشكلة هو توصيفها وإيجاد الحلول لها. النهاردة لابد الحكومة تيجي تقول إيه التصور. أولا لغاية دلوقتي البيان اللي طلع من مجلس الوزراء يعني هو بيان، وأنا الآن يعني ما هو اللي هو اعتبار هذه الجماعة منظمة إرهابية؟ هل هو قرار؟ يعني لك أن تسأل نفسك هل هو قرار؟ وإذا كان قرار ما هي الآثار التي تترتب عليه؟ وما هي الآثار التي تترتب عليه في مؤسسات الدولة؟ كيف تقيم هذا القرار دكتور جابر كأستاذ للقانون؟ غير الجامعات، إنما إن أنت تسيب كل واحد يعمل بمزاجه ويطبق بمزاجه ويتكلم بمزاجه ويجتهد في كل شيء ده عبث، وهذا أمر لن يؤدي إلى شيء. يعني في رأي حضرتك يعني كيف استقبلت هذا القرار دكتور جابر؟ أنت أستاذ في القانون في المقام الأول. لا أنا شوف الفكرة الأساسية، أنا بقول لك أنت دلوقتي أنا لا يعني أنا 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 لا ليس لي أو لا لم لا يعني بمعنى أصح ما عنديش القرار ولا الأسباب التي قام عليها لم أبلغ بيها علشان أقيمونك من على القضية حتى. يعني أنت عندك هل سعادتك عندك القرار وأساميه القانونية؟ لا إلى الآن إحنا سمعنا قرار بس آثاره القانونية لسه بتعلن شيئا فشيئا يعني. ما فيش حاجة يا فندم، ما فيش حاجة اسمها آثار تعلن شيئا فشيئا. القرار لما بيصدر بيترتب عليه 1، 2، 3. إنما مش معنى ذلك إن أنت تقول بيان أو قرار ثم بعد ذلك تقول لما ربنا يسهلها نشوف آثاره في الحتة دي وبعدين ربنا يسهلها نشوف آثاره في الحتة دي. هو بيعلن بشكل جزئي بالفعل. ده ليس حلا يعني. هذا ليس حلا، لابد من ان يكون هناك يعني في الحقيقه يعني سرعه، ويكون هناك يعني الاخذ في الاعتبار ما يمكن ان هو يحل هذه المشاكل المتراكمه. نعم، انا بشكرك جدا الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعه القاهره على هذه المداخله وهذه التوضيحات والتفسيرات، شكرا جزيلا لحضرتك. إذن ما نراه الآن ونتابعه هو الموقف في المدينة الجامعية لجامعة الأزهر. بعض الطلاب ما زالوا بيعتلوا أسطح المدينة الجامعية زي ما احنا شايفين في هذه اللقطات. وللتعرف على مزيد من التفاصيل حول هذا المشهد معي على الهاتف هاشم مناع مراسل CBC. هاشم، أنت أمام المدينة الجامعية بالأزهر، اوصف لنا المشهد من عندك بالضبط. نعم، الاشتباكات ما زالت مستمرة، تشتد حينا وتهدأ حينا آخر، حين يقوم طلاب بتكثيف إلقاء الحجارة تجاه قوات الأمن. تقوم قوات الأمن بالرد عليهم بقنابل الغاز وبعض الطلقات الأخرى التي لا نعلم ما إذا كانت طلقات خرطوش أو مرصوصية، ولكن هي أصوات لطلقات أخرى مختلفة عن قنابل الغاز التي يتم إلقائها داخل المدينة الجامعية. أيضا هناك داخل الباب الرئيسي للمدينة الجامعية تواجد لعدد من جنود الأمن المركزي يتصدون للطلاب الذين يقومون بإلقاء الحجارة في داخل المدينة الجامعية تجاه قوات الأمن. وأيضا أعلى سطح أحد المباني هنا من مباني المدينة الجامعية يتواجد عدد آخر من الطلاب يقومون برشق قوات الأمن المتمركزة داخل المدينة الجامعية الأزهر، وأيضا قوات الأمن المتواجدة بشكل ثابت ومتمركزة أمام المدينة بمدرعتين للشرطة وسيارة أخرى عادية من سيارات الشرطة. هناك تواجد لأفراد الأمن وبعض القيادات التي تحدثنا مع بعضها، الضابط برتبة رائد والذي ذكر إلى أنه قام تحديدا بالضبط أكثر من 20 شخص من هنا فقط من أمام المدينة الجامعية، وقام بتحويلهم إلى قسم مدينة نصر، قسم الثاني مدينة نصر، تمهيدا لعرضهم على النيابة في اليوم التالي. ولكن يعني توجهنا إلى قسم مدينة نصر لأن على الأعداد بشكل إجمالي التي تم ضبطها من جميع الأماكن هنا في جامعة الأزهر، لكن لم يبصوا عن أي معلومات. وذكر الله أنه في نهاية اليوم يمكن رصد العدد بشكل كامل. أيضا هناك تظاهرة محدودة لعدد من الأشخاص تحديدا تأييدا للفريق السيسي وللجيش المصري، يحملون أعلام مصر وصور
من طريق اول عبد الفتاح السيسي. انا بشكرك جدا هاشم مناع مراسل سي بي سي من امام المدينه الجامعيه للازهر على هذه المعلومات، وبالتاكيد سنتابع معك الموقف اولا باول. على هامش هذه التغطيه فتحنا ملف وما زلنا نناقش حول القرار الجمهوري الذي صدر من المستشار عدلي منصور اول امس بزيادة المعاشات بنسبة 10% تستحق من أول يناير المقبل. ضيفنا في هذه الفقرة ما زال الأستاذ سعيد الصباغ الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات. أستاذ سعيد، طبعا بنعتذر عن بقائك معنا خلال هذه التغطية من وقت لآخر، بالتأكيد علينا أن نتابع الموقف. أعود مرة أخرى لآثار هذا القرار. البعض بيدعو لوقفة احتجاجية من أصحاب المعاشات ومن الناشطين في هذا المجال احتجاجا على هذا القرار في القاهرة وفي المحافظات، أنت مع أم ضد هذه الدعوة؟ لا، أنا ضد هذه الدعوة تماما. أنا شايف أن حقوق أصحاب المعاشات اللي بدأنا نعيدها تمت كلها بالتفاوض وبالنزول للشارع في الأوقات اللي احنا فوجئنا بأن فيه كل القنوات أغلقت وما كانش فيه وسيله يعني انك انت تعبر عن رايك وانك تطرح افكارك. نعم. الا من خلال ده، فتعمل ده فعلا. وده اتعمل اكتر من مره، انما النهارده انا بصدد موضوع العلاوه 10% مش هي كل مطالب اصحاب المعاشات. هذه العلاوه في المقابل ليها في حاجة اسمها الحد الأدنى للأجور. وده ورد في يعني دستورين، دستور 2012 المادة 14 اتكلمت على حد أدنى للأجور والمعاشات، والمادة 17 والمادة في المشروع 27 في القانون في المشروع مشروع الجديد. القانون اللي هيتم الاستفتاء عليه يوم 14 ويوم 15 القادم بإذن الله، وأنا بنتهز الفرصة وبدعو الشعب المصري بالكامل ليس أصحاب المعاشات بأن يعني يصوتوا لصالح هذا الدستور، لأن مصر في مفترق طرق، ومصر في يعني في اتجاهات أن مصر تتخطف، ومصر مش هتتخطف تاني. يعني مصر قادرة على أساس أن هي تقدر تعيد نفسها إلى الطريق، إلى طريق التنمية، إلى أن هي تبقى في فتره بسيطه جدا من الدول المتقدمه جدا ان شاء الله. فهم. وفي فلوس باذن الله، في فلوس عندنا، وهنناقش بعد قليل اموال التامينات. خلينا بس نتكلم في النقطه اللي احنا بداناها اللي هي خاصه بموضوع الحد الادنى. انا عايز الحد الادنى الدستورين. بقى ايوه. النص الماده المشترك بيقول انه الدوله ملزمه بتحديد حد ادنى للاجور والمعاشات يكفل للمواطن حياه كريمه. ده بالزبط. في الماده 14 من دستور 2012 والماده 27 من مشروع الدستور الجديد. بالظبط بالظبط. هو طبعا اذا كان حد متصور ان 10% هتبقى بديله عن موضوع الحد الادنى انا اعتقد انه واهم، يعني دي لا يمكن تكون بديله. وهل الدوله يعني قدمت هذا القرار كبديل؟ والله هو الواضح من الموضوع اساسا ان هم بيتصوروا، او اذا حد تصور هذا الكلام فده لن تقبله النقابه العامه ولن يقبله اصحاب المعاشات. النقابه شكلت لجنه وعملت دراسه، هذه الدراسه انتهينا منها فعلا، وحاطين تصور لموضوع كيفية الحد الأدنى، لأن أنا عندي أصحاب المعاشات ليسوا يعني بيتم التعامل معهم من خلال قانون واحد، أنا عندي مجموعة قوانين. أنا عندي قانون 79 وده بياخد الأغلبية العظمى لأصحاب المعاشات لأنه بيخاطب العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص. عندي القانون 108 بيخاطب أصحاب الأعمال. عند القانون 50 بيخاطب العاملين بالخارج، عند القانون 112 بيخاطب العمالة الغير منتظمة. تمام. كل قانون من دول له شكل مختلف في مسألة التمويل بالنسبة للاشتراك ومشترك في مدد، حتى كمان مدد الاشتراك نفسها. نعم. دي حاجة. الحاجة الثانية ان القوانين المتعددة اللي موجودة دي هتلاقي جوه نفس القانون فيه واحد كمل 36 سنة عمل، وفيه واحد خرج على 19 سنة ويوم. هو قد ايه يا استاذ سعيد بيبلغ الحد الادنى للمعاشات الان؟ 200 وحاجة اعتقد؟ الحد الادنى المفروض لم يكمل 300 اعتقد. ما انا هقول لحضرتك، احنا وفقا لكانت مادة كانت وردت في القانون 135 اللي تم ايقاف العمل به اعتبارا من اعتقد 18 اغسطس 2013،
كان بيتكلم على ان الحد الادنى يواكب متوسط الاجر القومي للاجور في مصر، وده بيبقى متغير. فالسنه دي مثلا اللي هي بدات من 1/7/2013 الى 30/6/2014 كان المفترض ان هي 291 جنيه. ايوه ده المتوسط القومي للاجور، وده جيد. انما لا طبعا طب قد يعني ايه بتطالبه؟ قد ايه يوصل لكام؟ يعني احنا بنقول لا، احنا عاملين جدول حضرتك الكاميرا ممكن تيجي عليه اهو. تمام. واخد بال حضرتك؟ الجدول ده بيتكلم على التسويه بتاعته تمت في سن الستين غير اللي تمت في 56 غير اللي تم في 51 غير اللي تم في 47 سنه. بتتكلم على اللي اشترك 36 سنه غير اللي اشترك 32 غير اللي اشترك 28 غير اللي اشترك 24. لكن بالتاكيد ربما تكون هناك قاعده بتطالبه بتطبقها على الجميع. بالتأكيد. تكون قاعده يعني عادله. ما ينفعش مثلا سنه 2014 النهارده داخله بعد كام يوم بان انا اعمل تسويه معاش لواحد حتى لو كان خروج الواحد ده بشكل يعني من وجهه نظر بعض الناس اللي بتتكلم انه فيه شيء من التحايل. انا عايز انا اكمل لك النقطه دي لان دي النقطه دي مهمه جدا. اللي بيخرج النهارده فيه ناس من اللي خرجوا معاشاتهم تسويتها طلع 70 جنيه و80 جنيه، وده شيء مضحك مبكي. طب ويعني حتى الراجل ده لو دفع جنيه واحد انا اتصور ان مش ممكن تكون دوله بتدي معاش ضمان اجتماعي منحه انه يكون مثلا اربع اضعاف معاش انا بديه لواحد استحقاق عن مدة اشتراك تأمينات تمت. ومع الأسف الشديد هناك حديث عن امتيازات إضافية كثيرة للوزراء السابقين للمستشارين، يعني في عدم ربما عدالة من وجهة نظر البعض في تطبيق هذه القوانين ما بين الموظفين الغلابة وما بين المسؤولين الكبار لما بيطلعوا على المعاش أو بيستقيلوا. هنناقش ده بالتفصيل، عايزين نعرف مشكلة القانون 130 لسنة 2009 عليها قصة كبيرة. أيوة. وغضب البعض من حكومة الدكتور حازم الببلاوي واتهمها بأنه هي بتضع ملف المعاشات في مؤخرة قائمة في آخر الأولويات. هنناقش ده بالتفصيل ولكن بعد هذا الفاصل.